السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق بيت باي بيت أو كراسة بيت باي بيت للصف الأول إعدادي العام الدراسي 2023 الترم الأول. السؤال الأول: ألاء سبيس تو ميوزك إيفري داي. ألاء، ألاء مفرد، يبقى كده هتاخد فيرب مضاف لي إس، يبقى listens to music every day، لأن ده مضارع بسيط، يبقى الإجابة رقم B. السؤال الثاني: مستر محمد is a teacher. He speaks us English. يبقى هي بتاخد فيرب مضاف لي اس، يبقى teaches، الاجابه رقم A. السؤال الثالث: سبيس ادم ورك ات ا سكول. هنا في ورك فعل في المصدر في الاخر استفهام، يبقى اسال بدو يا داز، ابص على الفاعل ادم، ادم مفرد يبقى داز، يبقى داز ادم ورك ات سكول، هل ادم بيشتغل في مدرسه؟ الاجابه رقم D. السؤال الرابع: we've got boxes of old clothes in the، هتبقى attic، احنا بنضع الصناديق القديمة في الصندرة، الإجابة رقم B. بعد كده السؤال الخامس: our trip to the mountain was an interesting، الرحلة بتاعتنا إلى الجبل كانت interesting adventure، كانت مغامرة ممتعة، الإجابة رقم D. السؤال السادس: the children traveled to Alex and enjoyed playing on the، الأطفال سافرت إلى اسكندرية واستمتعت باللعب على، يبقى الشاطئ beach، الإجابة رقم B. السؤال السابع: It's very difficult to climb up this، من الصعب ان انت تتسلق الماونتين، جبل، اجابة رقم A. السؤال الثامن: What time do you come space from school؟ هنا come، هنا هم على طول، لان هم ما بيجيش قبلها حرف جر، ما الوقت اللي انت رجعت فيه البيت. السؤال التاسع: I space with many friends on Facebook، انا بتواصل مع اصدقائي عشان في with على الفيسبوك، يبقى communicate، الإجابة رقم A. بعد كده السؤال العاشر: سارة is based her mother of at home، يبقى سارة، أنا عايز كده helps verb مضاف لي S، helps دي موجودة تمام، ونستبعد رقم B، ودي موجودة ونستبعد رقم D. هنا هنختار إيه؟ هنختار always helps، لأن الإجابة رقم C هنا، لأن هنا بين الفاعل سارة وبعدين ظرف التكرار always وبعدين الفيرب اللي هو مضاف لي S، يبقى الإجابة رقم C. السؤال 11: I is base like listening to pop music. I بتاخد don't، يبقى I don't، أنا لا أحب أستمع لموسيقى البوب. بعد كده السؤال 12، السؤال 12: my plane leaves from Cairo space at 6 AM، الطيارة بتغادر من المطار airport، الإجابة رقم C. بعد كده السؤال الأخير في الصفحة ديت، السؤال 13: a child with no mother or father is a or an، يبقى orphan، الطفل اللي ما عندوش أب ولا أم يبقى يتيم، يبقى an orphan، اللي هي الإجابة رقم B. بعد كده صفحة 8، don't بيجي بعدها verb آخره فعل في المصدر، المهم هنا much salt it isn't healthy، يبقى لا تضع كثير من الملح، إنه غير صحي، يبقى add، الإجابة رقم A، مكرون في المصدر أصلا. كمان المعنى. سؤال 16: How were the climates able to get to the، لا climbers، أنا مش شايف كويس، climbers، climbers، تمام، climbers able to get to the base of the mountain، كيف تسلق أو كيف كان هناك قدرة للمتسلقين أن يصلوا إلى قمة الجبل، يبقى top، الإجابة رقم C. بعد كده أسئلة التصحيح: does he، مش شايف هي visits تقريبا، visits تمام، هي المفروض does بيجي بعد فعل في المصدر فهتبقى visit بس. بعد كده السؤال الثاني: I doesn't، لا I بتاخد don't. السؤال الثالث: how many wheels do a car have؟ car مفرد يبقى does. السؤال الرابع: where are you live؟ live فعل في المصدر فمحتاج do او does، هنا you يبقى تاخد do. السؤال السادس: he always fails an exam، he is very clever، يبقى never، هو ابدا لا يسقط في الامتحان، هو شاطر جدا، never. السؤال السادس: he drink، لا drinks، عشان المفرد بياخد verb اخره s، drinks. حبيبة never come، لا comes، عشان حبيبة مفرد هنحط لها اسم.